نعتذر على التأخير اللي طال. لا اشتغل، اهلا وسهلا، كيف حالكم جميعا؟ يا مرحبا، معكم دكتور زياد، ار 4 اوب جايني ريزيدنت في مستشفى الحرس الوطني كينج عبد العزيز ميديكال سيتي في الرياض. طبعا نشكر نادي الطب والابداع للطلاب والطالبات على الاستضافه. صراحه من زمان انا عن الجامعه، وابد هذا اقل شيء ممكن نقدم لطلاب الجامعه وخارج طلاب الجامعه بعد. طيب طبعا خلينا يعني خلي البرزنتيشن كذا انتراكتيف احسن. وطبعا البرزنتيشن انا اجبرت صراحه من اللجنه، ولا انا كان يفضل انه يعني يكون انتراكتيف بيني وبين الاودينس اللي موجودين، واذا في احد يقدر يشارك معي، لان احس كاني اسولف لحالي يعني. ما في مشكلة دكتور، اللي حاب يشارك ممكن يرفع ايه يده. اللي حاب يشارك بالعكس يعني افضل بكثير، يعني انه اساس ناخذ الاستفاده الكبرى من الموضوع. طبعا we go to talk about obstetric gynecology specialty. طبعا هذا التخصص طبعا هو في شقين، وكذلك it has two major specialties. طبعا obstetric who just taking care about the whole pregnancy, start from the preconception before the idea of pregnancy, counseling, and then goes with the antenatal, I mean during pregnancy, and child delivery, labor and delivery wards, and ended up with the postpartum period up to 6 weeks from the delivery. Gynae including any disease regarding female reproductive system disease. That's mean any disease regarding the puberty, regarding the uterus, ovary, fallopian tube, cervix, vagina, all of those disease we are going to take care when you be obstetrician gynecologist. طبعا خلينا ناخذ فكره عامه كذا بسيطه جدا. هو الاوبستريك جاينيكولوجي هاز تو ميجر سبيشاليتي، فهو يجمع، دائما اقول انا يجمع النقيض، يعني اي متناقض يجمع، يعني في الغالب الشخص اللي يدخله يكون متناقض يعني. فيجمع الميديكال سبيشاليتي والسيرجيكال سبيشاليتي. It's not really minor surgery, it's not really less medical disease. It's a life-threatening medical disease you're going to deal with, and the major surgical specialty and minor surgical specialty during the same umbrella. I mean, during the under umbrella of OB-GYN. ما أدري الصوت واضح صح دكتور ولا؟ إيه نعم واضح دكتور. أيوة تمام. لا تعرف الواحد ما أدري خايف يتكلم كذا وفي الأخير يكون الصوت مو واضح. لا واضح. طبعا الاوبستريك جاينيكولوجي كورسز اللي موجوده، مشكله اللي في الجامعه، طبعا هو في مشكله كبيره جدا في الاوبستريك جاينيكولوجي كورسز في الغالب. فالكلام مو في الجامعه عندنا، حتى في اوفر ذا كيندم اصلا ما يعطى بالشكل الصحيح، وهذا مو هو عيب في الكوردينيتورز تبع الكورسز في الجامعات، لكن يعتمد بشكل كبير على 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 طبيعه التخصص اصلا وطبيعه البرايفسي اللي موجوده في التخصص. ففي الغالب الميديكال ستودنت يعني ما يكون عارف بشكل كبير عن موضوع الاوبي جايني، عن موضوع البيشنت، هاو ديل وذ بيشنت، هاو سي ذا بيشنت. It's one of the feature of اوبي جايني. It's difficult صراحه encourage medical student في الـ practice area. بالإضافة إلى ذلك إنه بالإضافة إلى ذلك طبيعة البيشنت اللي نشوفهم مختلفين تماما يعني عن أغلب التخصصات. We seeing female patient. We going to see very very sensitive area including the vagina, cervix, uterus, and which is really really top sensitive area. That's why I know يعني most of medical student will not really encourage in the practice life unless they become intern. حتى بعض المستشفيات مثلا الانترن ما يكونوا صراحة
داخلين في نفس البراكتس لايف لطب يعني الاشياء كثيره متعدده يعني، ومنها حتى السنتر اللي احنا فيه الانترن في الغالب ما يكون داخل في نفس الـ في نفس البراكتس unless انه هي از انترستد او هي او شي انترستد. طبعا خلينا نبدا بديس ادفانتج شوي معليش، يعني هو اشياء بسيطه قد يكون الجميع متفق عليها او متفق عليها. طبعا الاوبيجايني مشكلته الكبيره جدا 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 والعويصه جدا 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 هو البيزيون كولز ديوتي. صراحه يعني واحده من الاشياء المعيبه اللي موجوده او التعيب التخصص هذا هو الهيفي ديوتيز فيزيكالي ومنتالي للاسف يعني. طبعا is not about the number of on-calls, it's about the quality of on-call. يعني نفس الانكول حق يكون الكواليتي حق very bad في الغالب majority of them. يعني you're going to be busy all the time في الغالب all the time 24 hour. طبعا ليش؟ طبعا احنا نتكلم عن high number of patient being admitted at the same day and the same day with patient admitted high number of them will be discharged. يعني it's like you know it's admission and discharge, admission and discharge, the same circle. High number, high flow of patient, and we're going to take care of two specialty, which is يعني it's away from each other. يعني مختلفة جدا تماما عن بعض. يعني تتكلم عن obstetric وتتكلم عن gynecology. طبعا بنجي بعدها في سلايد كده حاطة بسيط جدا. طبعا في مشكله برضو قد تكون موجوده لانها هاي نمبر اوف بيشنت كومبلين، وهذا طبيعي جدا ممكن نقبله في الاوبيجاي لانه غالب البيشنت اللي تجي او اللي يجي سواء الكابل في الغالب جايين عشان اذا كان في دليفري جايين عشان يفرحون يعني عشان يتخذون يعني خطوات يعني جميله في الحياه ويسجلون هالحياه بشكل جميل وياخذون ستيب فورورد، فتفاجئهم مثلا of complication موجودة during the delivery مثلا أو during the cesarean section. ف wouldn't be acceptable صراحة. طبعا أتكلم بالنسبة لهم أنا أعطيهم العذر يعني صراحة. بالإضافة إلى ذلك أنه في gray zone كبير جدا موجود عندنا في الأوبستاتريك خاصة يعني. What does mean gray zone؟ يعني gray zone في differences between each school. يعني نتكلم عن Royal College or the American College، ففي فرق كبير في ال time of route of management expected management medical management surgical management، وتعتمد كذلك على الاكسبيرينس تبع الكونسلتنت اللي موجود، وكذلك تعتمد على الكونسلنج counseling هذا كل الاوبستاتريك تقريبا غالبا is about counseling counsel patient about all the route of management. We can يعني deviate the patient to which يعني pathway you would like to go with it. لكن still the counseling is very 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 important. طبعا complication it's like any surgical specialty. We see the patient very low risk. يعني it's kind of just patient came like prime gravida term. She's in active labor and then deliver the baby. After delivery, she got like a postpartum hemorrhages. يعني, let's say, continue bleeding until she received like 10 unit or 6 unit packed RBCs and she has ICU bed. تخيل أنت المعلومة شلون يعني أنت الحين جاي بزوجتك مثلاً عشان تولد وتفرح شوية ended up with the ICU bed or ICU admission. هذه واحدة من الأشياء اللي موجودة، وهذه موجودة في أي surgical specialty لكن موجودة عندنا حنا لأنه patient came with very low risk and that ended up with very very high risk. هذه واحدة من الأشياء اللي disadvantage. طبعا هذه الأشياء المتفق عليها يعني، وتعتمد طبعا من شخص إلى شخص. طبعا advantage اللي موجودة زي ما قلنا حنا quick patient outcome. يعني patient يعني تدخل عندك المستشفى تشوف outcome حقك تطلع اليوم الثاني as simple as it is. يعني تدخل بيشت عندك تولد فجأة دليفري أو تولد سيزارين سكشن one day two day and then she will be discharged. هذه يعني واحدة من الميزة اللي موجودة. كذلك اللي ال patient satisfaction will be very high. فهذا يعني الناس الأشخاص اللي يحبون ال quick patient outcome the OB-GYN is fit for their specialty their personality. طبعا talk about the highly demanding
السعودية عندنا highly highly demand. يعني we need obstetric gynecology, Saudi obstetric gynecology. حتى even عندنا إحنا في tertiary hospitals اللي موجودة في الرياض still they have they need Saudi obstetric gynecology. And it's wide variety specialty, wide, very wide variety specialty. طبعا sub specialties, طبعا نتكلم عن أربعة sub أو four sub specialties موجودة ومسجلة في الهيئة. طبعا أول شيء اللي هو maternal fetal medicine, طبعا هذا التخصص thinking about high risk pregnancy, maternal and fetal high risk medicine, thinking about the pregnancy all the way of this pregnancy until the postpartum period. Reproductive endocrinology and fertility is thinking about infertile couple, either male and female. Female pelvic medicine, reconstructive surgery. This is what's called urogyny, patient with the urinary incontinence, prolapse, fistula, and any pelvic abnormalities. And ended up with the gynecological oncology. طبعا انا اشوف السب سبيشاليتي عشان تعرف قد يكون ميزه وقد يكون عيب, لكن هذه الميزه الموجوده في الاوبي جاين انه عندك maternal fetal medicine والاي في اف والانفرتيليتي. موستلي ذوز تو سبيشاليتيز از بيور ميديكال فيلد. دي هاز سم سيرجري بات جوز مور وذ ذا ميديسن. Female pelvic or urogyny, gynecological oncology, it's really pure surgical specialties. هذا يعني شفت الفرايتي اللي موجودة هذه اللي تعطيك شوية يعني advantage في دخول الأوبيجايني, لأنه متوسع وفي عندك medical وفي surgical, والسب specialties اللي موجودة برضو كذلك تقدر تروح لها وعلى حسب أنت ايش اللي عجبك في الريزيدنسي. طبعا الريزيدنسي بروجرام تقريبا 5 years training program, 3 years junior level and last 2 years senior level. طبعا الكومبيتيشن ليفل صراحه average, يعني ما هي هاي ولا لو, it's average competition level. لكن nowadays صراحه recent 2 years seen يعني صراحه high grade, وانا طبعا موجود في الكوميتي تبع القبول, فعندنا high GPA, high SMLE being now applied to the OB-GYNE. طبعا especially the competition يكون في good centers, في good center, tertiary centers اللي موجود سواء في الرياض أو جدة أو الشرقية أو حتى يعني في أبها. يعني let's see يعني one day resident life, خلينا نشوف بس أعطيكم كذا لمحة بسيطة. يعني day طبعا في الصباح تسوي morning rounds seeing obstetric patient, gynae patient. طبعا obstetric patient you're going to see any patient with any abnormality during pregnancy or admitted because of reason of pregnancy. Like patient with early labor, post-date patient, preeclampsia patient, premature rupture of membrane, spontaneous rupture of membrane, patient admitted for the blood glucose serous as patient with the DM type 1, type 2, gestational diabetes, mellitus. هذه كلها موجودة وتشوفها في الأوبستاتريك. With the same day, the same round, we're going to see gynae patient with any gynecological disease, like patient came admitted with ectopic pregnancy, patient admitted with the ovarian cyst or ovarian torsion underwent OR, or patient with abnormal uterine bleeding as well. Oh, patient admitted because of complete miscarriages or incomplete miscarriages. هذا تكلم عنه في نفس اليوم يعني. كذلك في L&D ward, the patient who's going birth, giving birth في L&D ward. كذلك the same day we have cesarean section. 3-4 cesarean section we'll do the same day. And may the same day you have gynae OR, like laparoscopic ovarian cystectomy, laparoscopic ovarian torsion, detorsion, sorry. عندك ممكن يكون في laparotomy, total abdominal hysterectomy. طبعا هذا كله ممكن اشياء, وكذلك يعني في ORs كثيره في ORs كثيره في الجايني. لكن حتى تخيل شوف اليوم حقك كيف هو رايح في اي مكان, يعني رايح اوبستاتريك, رايح جايني, رايح OR. والOR تختلف طبيعتها, يعني ما هي the same OR different percent and different
medical illness, a different reason for admission. يعني it's totally different. يعني ما حنتكلم totally different. إحنا ما نتكلم إنه نفس ال disease the same specialty. يعني نتكلم واحدة giving birth واحدة داخلة for total abdominal hysterectomy. شوف التناقض كيف يعني. واحدة رايحة for vaginal delivery. The other one goes for ectopic pregnancy, management of ectopic pregnancy like self-injectomy يعني مثلا. فهذا الشيء اللي موجود في الأوبجاني. المشكلة هو مشكلة قد تكون ميزة يعني. هو يجمع النقيض ميديكال وسيرجيكال. أكيد أن في أوارات على النقيض يعني موجودة the same specialty. طبعا الشخص اللي موجود أنا دائما أقول لازم يكون متناقض يعني شخصيته متناقضة شوي. طبعا لازم تكون هادي. طبعا برضو من ضمن التناقض لازم تكون هادي ولازم تكون برضو quick responder أو reaction حقك يكون سريع جدا. فاللي just say one of that يعني emergency مثلا موجود في ال L&D ward يعني we receive call from nurse from one of the L&D room that we have not reassuring CTG let's say. Then you go to see the patient and examine the patient, they found cord prolapse and let's say like 5-6 cm cervical dilatation. It's cord prolapse, top emergency. You have to get out this baby within 10 minutes crash cesarean section. شوف كيف الاكشن اللي يصير دراما اللي قاعده تصير. كيف you keep your hand inside and you're going to push the patient inside the OR within 10 minutes and you have to get the baby out within 10 minutes. With the same, yeah, the same day, we have one patient and we're going to see the patient is not delivered and she's 10 cm cervical dilatation. And you have to be quiet and see, interpret the CTG and decide to go for cesarean or just go continue, maybe the patient will deliver for vaginal delivery. أتكلم عن الأوبستريك الآن. أشوف كيف التناقض يعني دائما نقول شلون يصير هادي و quick responder يعني ما تجي مع بعض لكن في إذا دخلت الأوبيجاني راح يعني تعرف كيف الطريقة اللي ممكن أنت تنجح فيها يعني برضو كذلك إذا كان في مثلا طبعا عدد الأنكولات موجودة ما تطرقت لها لكن هي تعتمد من سنتر لسنتر يعني في البوكلت تبع الهيئة 6 أنكولز فور جونيور ليفل and 5 أنكولز للسينيور ليفل. وابد هذه اخر شيء بالنسبه لي ابد. انا ابغى اسمع سواء اسئلتكم اذا في اي اسئله او شيء خلينا نجاوب عليها. الله يعطيك العافيه دكتور زياد. الله يعافيك حبيبي يسلمك ان شاء الله. الله يسلمك. طيب اللي عنده اي في سؤال اعتقد عبد عماد صح؟ عبد العزيز ولا عبد العزيز عماد؟ في مجال يعني لاخذ الاسئله ولا خلاص خلصنا؟ ما في مشكله عندنا دقيقتين تقريبا للاسئله سواء على الشات او اللي حاب يشاركنا بصوت. طيب يقول لك ما هو مدى تقبل المرضى واهالي المرضى لك كطبيب في هذا التخصص وليس طبيبه؟ لا هو هو يعني انت تعتمد على المكان البروجرام اللي بتروح له وفي الغالب بيشنت يعني انا لي 4 سنوات هذه رابع سنه لي يعني ما مواجهتني اكثر من يعني مشكلتين بسيطه جدا. والبيشنت has right to refuse as male obgyne لكن في الغالب البيشنت متقبلين جدا و most of them they are laboring and want to someone to help her that's all either male or female. الله يعطيك العافيه دكتور. الصوت ممكن تزيد فرصه لا في عندك هنا difficulty of men in obgyne انا اعتقد جاوبت الحين ولا يعني كيف ممكن نزيد فرصة القبول مع زيادة التنافس؟ طبعاً أيوة ممتاز جداً سؤال مرة كويس للي اللي شو اسمه سأل. اسمح لي بس أجاوب على هذا بس. يتفضل دكتور. طيب خلود صحيح خلود اللي هو يعني صراحة الآن يعني في الأيام الأخيرة صاروا يعني طلبوا الإلكتف في المستشفى هتكلم عن ناشونال جارد لازم يكون على الأقل يكون في إلكتف يعطيك بوينت زيادة طبعاً وكذلك يكون في ريسيرش موجودة. في ريسيرش في الاوبيجاني او الاوبستاتريك او ان سب سبيشاليتي وريفرنس ليتر يعني ريكومنديشن بالاضافه اذا كان في كورسز ممكن تدعم الموضوع هذا دكتور سؤال يقول افضل المستشفيات اللي تدرب في الرياض الجايني؟ والله شوف هو انت تعتمد تاخذ المستشفى على اساس انه اكثر من معيار يعني.
طبعا المعيار الاول انه يتوفر فيه all subspecialties تكون موجوده فيه، هذا اول شيء. ثاني شيء يكون هاي فلو هاي اكسبوجر لك او بستريك جاينكولوجي، لان اذا انت ما عندك اكسبوجر انت ما راح تتعلم بالشكل الصحيح. الاكسبوجر نحتاجه كثير في الاوبي جايني، وطبعا ويعتمد كذلك على الاستراكشر البروجرام اللي موجود وعدد الكونسلتنت. طبعا في عندنا في الرياض في اغلبيه المستشفيات كويسه يعني في الغالب، يعني حرس، الامير سلطان العسكري، مدينه الملك فهد، الملك فيصل تو سام اكستند، قوى الامن الجامعي. اتكلم عن الرياض صراحه، ما اعرف والله المستشفيات الثانيه والله. الله يعطيك العافية دكتور شاكرين مقدرين. الله يعافيك يا حبيبي، وشكرا جزيلا على الاستضافه. وابد هذا الاكونت حقي في تويتر، نستقبل اي اسئله اي استفسار، ابد احنا موجودين في الخدمه. وشكرا جزيلا لكم جميعا على ان شاء الله ما اخذنا من وقتكم. شكرا جزيلا.